في شوارع فرنسا يعم الغضب على خلفية مقتل شاب من أصول جزائرية على يد شرطي. شرارة غضب أشعلت فتيل أحداث ساخنة في مدن فرنسية أهمها باريس، إلى أن وصلت خطورة الموقف بحسب الحكومة الفرنسية إلى استهداف منزل رئيس بلدية بهجوم عليه من قبل متظاهرين، مؤشر خطر دفع ماكرون للإشراف على اجتماع تقييم التطورات، ذلك بعد أن كان دعا في بداية الأزمة لمنع أعمال الشغب في البلاد. مراقبون وصفوا أعمال العنف بتجاوزها المتوقع، حيث أضرمت النيران في أكثر من 570 سيارة و74 مبنى، وسجل 871 حريقا على طرق عدة، إضافة إلى إصابة 45 عنصرا من الشرطة والدرك الفرنسي بجروح. تقول الحكومة الفرنسية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 2400 شخص، وهو بحسب الصحافة الفرنسية رقم قياسي منذ اندلاع أعمال الشغب يوم الثلاثاء الماضي. شلت حركة التسوق في أنحاء واسعة من البلاد، إذ بلغت عدد المراكز المتضررة نحو 12 مركز تسوق و200 سوبر ماركت ونحو 250 فرعا مصرفيا وأكثر من 700 شركة في جميع أنحاء البلاد. حادثة مقتل الشاب نائل، وعلى الرغم من دعوات أهله لإيقاف أعمال العنف التي نشبت بسببها، إلا أنها حركت منظمات حقوقية لإبطال القانون الذي يتيح إطلاق النار من قبل الشرطة على سائقين لا يمتثلون للأوامر، بالإضافة إلى أنها أعادت موجات الغضب في البلاد ضد سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي قال مراقبون إنها ستنعكس على مستقبل الثقة به من قبل الجماهير الفرنسية. Thank you.